السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا النهاردة موضوع مهم جدا، بيهم شريحة كبيرة من الناس، وخصوصا الناس اللي بتلعب رياضة أو بتمارس الرياضة. موضوعنا النهاردة عن تمزق أربطة الركبة. هنعرف طرق العلاج، هنعرف الأعراض، هنعرف إزاي بنعالجه بالطرق الطبيعية. خليكم معانا، موضوع مهم جدا وموضوع حيوي جدا. كتير من الأشخاص بيتعرضوا للإصابات للعظام والعضلات، زي حدوث تمزق في أربطة الركبة اللي بيسموه في بعض الأحيان الشد الجزئي في الركبة، نتيجة صدمة أو سقوط مفاجئ أو أثناء لعب الألعاب الرياضية، وخصوصا الألعاب الرياضية العنيفة زي كرة القدم والطايرة والسلة. مفصل الركبة بيعتبر من أكبر المفاصل اللي موجودة في الجسم، وهو أكثر تحمل للقوة. بيحدث التمزق عادة في الأنسجة اللي بتربط العظام بعضها وبعض، اللي بتمسك عظام الساق مع عظام الفخذ عند التقائها بالمفصل. في الحالات اللي زي دي، الشخص بعد الإصابة ما بيقدرش يحرك الجزء المصاب اللي هو جزء الركبة، ولابد من العلاج بسرعة جدا حتى لا تتدهور الحالة وتخش في مراحل متأخرة أو تسبب مضاعفات كتيرة وتضطر إلى عمل أو إجراء عمليات جراحية. من الأسباب اللي بتسبب تمزق أربطة الركبة إصابة الكاحل بالتواء، خصوصا أثناء تاني أو التعرض لحركة خاطئة. برضو أمراض الروماتيزم والروماتويد، وبرضو ضعف عضلات القدمين، أو إذا كانت عضلات الفخذين ضعيفة. برضو في حالات التعرض لصدمة أو سقوط مفاجئ من مكان عالي، أو أثناء النط أو القفز لأعلى أثناء لعب كرة القدم أو السلة أو الطايرة أو الرياضات العنيفة دي. هنعرف إيه هي أعراض تمزق الأربطة. الشخص بيحس بألم شديد في المفصل والمنطقة المحيطة، بيبقى فيه صعوبة جدا في حركة المفصل وتيبسه. طبعا حدوث نزيف في الداخل الأنسجة العضلي، وحدوث تمزق في أربطة الركبة، وألم مستمر طول الوقت. طبعا بيظهر كدمات تحت الكدمات وتورمات حول الركبة أو في الركبة، حدوث التهابات شديدة جدا وارتفاع درجة حرارة المنطقة المصابة. الشخص بيحس ان في المنطقة اللي فيها اصابة فيها حرارة، وخصوصا اذا كان في نزيف. بتعرف النزيف ازاي؟ اذا كان في حرارة في مكان الاصابة او في تورم شديد حصل في خلال ساعتين من الاصابة، ده بيقول لك ان في نزيف حصل اما داخل الركبة او تحت الركبة. طبعا ظهور انتفاخ وتغير لون المنطقة المصابة الى الازرق، حصل تكدمات وجلف او بيسموه التورم اللي تحت الجلد، اللون الازرق اللي بيغير لون الجلد نتيجة نزيف تحت الجلد. وممكن تتعرض العظام الداخلية الى الكسور لو كان الاصابة شديدة جدا وكان الالتواء شديد او السقوط من ارتفاع عالي. هنتعرف دلوقتي على الوقاية وطرق العلاج المناسبة جدا لحالات تمزق الاربطة لاربطة الركبة. أول شيء يجب الالتزام بالراحة التامة وعدم تحرك المفصل، وتجنب ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن شهر ونص حتى لا تسبب في تلف الأنسجة والعضلات. ثاني شيء استخدام الكمادات الثلج لمدة يومين، أو وضع كمادات من الماء البارد على المفصل. تجنب تماما استخدام الكمادات الساخنة، لأن الماء البارد بيعمل على قفل الشرايين وبالتالي يقلل كمية السوائل اللي بتطلع من الدم واللي بتسبب فيه تورم المفصل. بنرفع المفصل عن طريق وضع وسادة تحت أو رفع الرجل إلى مستوى الجسم أو أعلى من مستوى الجسم عشان تقلل كمية التورم. وضع كبير على المفصل أو رباط ضاغط، وممكن في بعض الحالات الشديدة اللي فيها نزيف ممكن نستخدم الجبس لتثبيت المفصل. ممكن تناول مضادات الالتهاب والاسترويد والنون استرويد لتسهيل علاج تمزق أربطة الركبة وتخفيف الألم. استخدام المسكنات لتخفيف الألم تحت استشارة الطبيب. في الحالات الشديدة اللي فيها تهتك شديد في الأربطة ممكن من التدخل جراحيا، إما عن طريق منظار أو عن طريق فتح الركبة، وذلك بخياطة الأربطة. ممكن إجراء عمليات جراحية لاستئصال الغضروف المفصلي اللي هو اللي حصل له تهتك أو حصل له انفصال أو حصل له انقطع، ده ممكن يتعمل له عملية جراحية إما بالفتح أو عن طريق المنظار. هي علاجات تمزق أربطة الركبة بالأعشاب اللي بتخفف الألم واللي بتقلل الالتهابات اللي موجودة. هنتكلم دلوقتي عن بعض العلاجات الطبية الطبيعية لموضوع التمزق أربطة الركبة أو حتى تمزق أي أربطة في أي مفصل في الجسم. عن طريق استعمال زيت الخروع. زيت الخروع من الحاجات الكويسة جدا اللي ممكن ندهن بيها المفصل المصاب للتخفيف من الألم، أو استخدام الكركم مع الحليب السائل. استخدام الكركم، بناخد معلقة كركم مع كوباية لبن وبنقلبه، ونحاول نتناول الكركم مع الحليب السائل ده مع الطعام مرة أو مرتين في اليوم.
وممكن وضع العسل مع القرفة المطحونة في كوب من الماء الدافئ ويتم شربه يوميا قبل وجبة الإفطار. برضو شرب مجل الزنجبيل مهم جدا، أو بنجيب زيت الزنجبيل وندهن بيه المفصل دهان خفيف عشان نقلل الالتهابات والتورمات. برضو بذور الكتان ممكن نتناولها، أو بناخد زيت بذر الكتان وندهن بيه الجزء المصاب برضو لتخفيف التورم والالتهاب والألم. كده يبقى احنا انتهينا النهاردة من موضوعنا النهاردة، وكان عن علاج تمزق أربطة الركبة، واتكلمنا عن أسباب تمزق أربطة الركبة، وإيه الأعراض اللي بيشتكي منها الشخص المصاب بتمزق أربطة الركبة، وعرفنا برضو الوقاية والعلاج من تمزق أربطة الركبة، والعلاجات الطبيعية المنزلية لعلاج تمزق أربطة الركبة. لكن طبعا مش العلاجات دي علاجات أساسية، دي حاجات بتخفف الألم، تخفف التورم، وتخفف الالتهابات إلى حين أن تذهب إلى الطبيب ويشوفك ويقيم الحالة، وممكن يعمل لك أشعة، وممكن يعمل كشف على الركبة عشان يشوف إيه نوع الرباط اللي صار. يعني العلاجات اللي إحنا قلنا عليها دي حاجات مؤقتة، ما تعتمدش اعتماد عليها كليا في إنها هتعالج تمزق الأربطة، لا، إنك محتاج طبيب يشوفك عشان يقيم الحالة ويحدد إيه العلاج، هل هو رباط ضاغط، هل هو جبسة، هل هو عملية، هل هو على حسب الحالة وعلى حسب تقييم الحالة. كده انتهينا من موضوعنا النهاردة، نتمنى ليكم تكونوا استفدتم من الموضوع. أتمنى ليكم الصحة والعافية. كان معاكم دكتور طارق تركي، استشاري أحد العظام والعناية بالقدم والقدم السكري. أتمنى ليكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.